اقولش بعد كده اطلع قرار ليهم بالعفو. طلع قرار بالعفو على 26 واحد، رغم اللي موجود في السجن عندي منهم 4 إعدام و13 أشغال شقة مؤبدة في قتل وسرقة وقلب نظام الحكم وسلب ونهب وحيازة وإحراز أسلحهم في فرقعات. مش المفروض بيكونوا أعيدوا لاحقا إلى السجون؟ المفروض ما هم موجودين في السجن عندي. لا بعدين بعد التغيير اللي صار، أقصد اللي صار اتلغى القرار ده بس ما وتم ضبط ناس وناس لا. ومن ضمن القرار العفو عن ناس أصلا واخدين أحكام غيابية ومش موجودة، وهي ليست سلطته، لأن الأحكام اللي بيبقى سلطته عليها الأحكام النهائية. الأربعة اللي واخدين إعدام دول قاتلين ضباط وقاتلين أفراد شرطة، ومع ذلك أفرجوا عنهم وطلبوا منك شخصيا إطلاق سراح يعني أسماء معينة. ما هو طلع قرار بالأسماء بالإضافة، فبالتالي أنت المسؤول المباشر عن ذلك. ويجب أن تنفذ بيخطرني. ما هو قرار جمهوري وهو في يده من ناحية الدستورية.